مرحبا، إن شاء الله تكونوا تمام. هالأيام الأخبار كلها عن كورونا، فجبت لكم اليوم بعض الفيديوهات الممتعة وكمان في نفس الوقت غريبة وبتتكلم عن كورونا، فخلونا يلا نشوفها سوا. القفازات والكمامات والمعقمات وكمان المناديل صارت معدومة تماما هالأيام، الناس كلها أخذتها. فهذا الفيديو لطريقة بيع غريبة جدا للمناديل وكمان للمعقم. فطريقة ما تحسوها طريقة بيع عادية، لا تحسوها كأنه طريقة بيع ممنوعات. جون؟ جون؟ What's up? Are you John? Yeah, who sent you? Anthony. What's the password? Find your beach. All right, did he tell you how much? Yeah. All right, get the hell out of here. You didn't see me. علشان ورق تواليت مثل ما يسموها وكمان علبة معقم صغيرة، كل هذا الأكشن يتلفت يمين ويسار وكلمة سر وإيش اسمك وكذا، يعني مو مستاهلة. يعني هو منديل، هو معقم، مو ممنوعات. بما أن الكل هذه الأيام في الحجر المنزلي وفي بيوتهم ما يطلعوا، فبعض الدول ابتكرت طرق حلوة أو ممتعة ومسلية للناس وهم في بيوتهم، ومنها كمان فيها توعية، يعني فيها تسلية وفيها توعية. شوفوا الفيديو. الفيديو هذا البعض راح يفتكر انه في مصر، ولكن هذا الفيديو في لبنان. صحيح الاغنية مصرية، ولكن تم تصوير الفيديو في لبنان. طريقة توعية كثير ممتعة، يا ريت لو يعملوها عندنا كمان. طيب نشوف الكويت ايش عملت. الكويت جابت تراثها القديم في احد يسمونه ابو طبيلة، فقامت الدوريات تمشي بالشوارع وكمان تسوي توعية، ولكن بطريقة ابو طبيلة طبعا. يلي تحب الكويت خلك مع اولادك هاي داخلية لجل الكويت. في هذا الفيديو حسيت اني دخلت جو رمضان اكثر، وكذا كانه صوت مسحراتي وشوارع فاضيه وناس كانهم نايمين كذا في الصباح، زي رمضان. بالمختصر جو رمضاني. في اندونيسيا بدل ما يمنع الناس من الصلاه في المساجد، عملوا لهم اسلوب للتعقيم وكمان وزع عليهم كمامات وبعدوا بينهم في المسجد، فخلونا نشوف. Oh, iya.
انه هذه الفكرة حلوة، ولكن اشوف انها مو مضمونة. يعني اوكي حتى لو عقموهم وبعدوا بينهم، فممكن احد المصلين يكون مصاب، فواحد ممكن يهدي الجميع. ولا انتوا ايش رايكم؟ قولوا لي رايكم تحت في التعليقات. حابة اعرف ايش رايكم بالطريقة اللي اتبعتها اندونيسيا، بما انه كل دول العالم الان عملت حظر تجول، فكل دولة تختلف عن الثانية في انها تعاقب شعبها اللي ينزل اثناء حظر التجول. بس كان للهند وباكستان اسلوب جدا غريب في التعامل مع الناس اللي خرقوا حظر التجول، واللي هو انهم يضربوهم على طول، يعني بدون ما يتفاهموا معهم بدون ولا كلمة، يجيبوا عصا طخ ويضربوهم. أنا بشوف حتى لو هم خرقوا حظر التجول ما يصير يتعاملوا معاهم بهذه القسوة. يعني إذا ما ماتوا بكورونا يموتوا بهذه العصا؟ وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا فيه. لا تنسوا تعملوا هذا الفيديو لايك وتنشروه بين أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان تشتركوا عندي بالقناة، وأنا أشوفكم فيديو جديد. باي باي.